الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية. رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا الذي ينفذه التحالف المصري. والحكومة تنفي شائعة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيدا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، وأن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية. من جانبه أكد المسؤول الأوروبي على الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري الذي يحقق التوازن في القضية الليبية، ومثمنا الجهود المصرية المقدرة لدى الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهربائية على نهر الرفيجي بتنزانيا الذي ينفذه التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إلكتريك. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري بدولة تنزانيا على أعلى مستوى، بحيث يكون معبرا عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، موضحا أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة. صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بأن وزارة الأوقاف ستقوم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 بافتتاح 314 مسجدا تم إحلالها وتجديدها، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها.